تحياتي لكم مشاهدينا متابعينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، ونرحب بكم في هذه الفقره المميزه، فقره سوقنا من سوق الجبيل. متواجدين اليوم احنا طبعا في قسم الاسماك، نتعرفين ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الاسماك المعروضه، ونبدا وياكم طبعا بالعروض الخاصه الى الان اللي هو العرض القائم، خصم 10% على جميع اسعار الاسماك المعروضه. وما شاء الله اليوم عندنا الخير عامر شرم، ما تشوفون عندنا من الهوامير، وعندنا هناك جشم والحلا، وعندنا بعد ما شاء الله الصافي اليوم. وخبرني روب اليوم اسعار شويه طيبه. روب السلام عليك. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله رب. شو الاسعار اللي نزلت عندنا في اي نوع من السمك؟ اللي بكل السمك رخيص، وبعد السوق فيه 10% خصم. 10% خصم كل السمك. انزين نبدا وياك اليوم بالهوامير ما شاء الله. هوامير 65 ويجي 10% خصم 58.5. 58.5. انزين وعندنا الجشم والحلا؟ جشم والحلا 25، وبعد خصم يجي 22.5. 22.5 ما شاء الله. وعندنا ابوي الصاهن الصبي الصافي؟ صافي بعد نفس السعر 22.5. هي سعر 22. أيوة. مع الخصم 22 درهم. اليوم عندنا الصافي ما شاء الله شرم، ما تشوفون عندنا احجام مختلفه، شيء منهن كبار وشيء منهن صغار. واليوم بعد الشعري عليه عرض جدا طيب، وان شاء الله هذا مستمر لين نهايه الاسبوع. شوفوا الاحجام الموجوده عندنا. وكم كبار سعر الكيلو اليوم؟ الشعري 12.5، وبعد خصم يدي 11 ربع. 11 ربع درهم سعر الكيلو، كان على 25 وكان على 20، اما اليوم سعر الشعري العربي عندنا اليوم مشاهدينا الكرام على 12.5 درهم، مع الخصم يطلع لكم 11 وربع، من 12.5 الى 11 وربع درهم سعر الكيلو، وكميات طيبه ما شاء الله متوفره، وراح تتوفر ان شاء الله لين نهايه الاسبوع. روبل تعال ويانا هنا خلينا نشوف عندنا النعيمي ما شاء الله اليوم بعد. نعيمي كيلو 36. 36 أيوة. مع الخصم ولا؟ ايوه مع الخصم. مع الخصم 36. ايوه نعيمي اليوم 36 مع الخصم. وعندنا جش الصال. جش الصال كيلو 27 مع الخصم. 27 مع الخصم. الشخير اليوم غالي شوي ولا؟ لا 20 و 18 يعني خصم. من 20 الى 18. أيوة. يكون سعر 20 مع الخصم 18 درهم اليوم. عندنا الشخيري ما شاء الله متوفر ايضا، وعندنا الجش، وعندنا النعيمي. شكرا يا روبل، بارك الله فيك. بالاضافه الى شعري اليوم مثل ما خبرناكم سعره بيكون 11 وربع درهم سعر الكيلو. وهني عندنا ما شاء الله شرم، ما تشوفون عندنا النقرور، وعندنا هني نعيم بعد احجام كبير، والجش ام الحلا، والشعري ايضا متوفر. خلينا نشوف بس ياكم سوم النقرور اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم. امان كيف حالك؟ كم بي عندنا نقرور؟ 20 الباب. على 20 مع الخصم؟ خصم 18. 18 مع 18 درهم مع الخصم هنا. والنعيمي هنا الكبار؟ نعيمي 35، 33. 33 بيكون عندنا اليوم سعر النعيمي ما شاء الله. وطبعا غير هنا الجشم والحلب صار 22؟ ايه 25. 25 مع الخصم؟ خصم يجي 23. 23 والشعري شرم ما قلنا لكم على 11 وربع بيكون. وهني عندنا القرفه كم ما شاء الله اليوم؟ 30. القرفه على 30 درهم اليوم، القرفه متوفره ما شاء الله. عندنا احجام طيبه بعد، احجام كبيره. وهناك شو عندنا من السمك مشاهدينا الكرام؟ خلينا نشوف على هذه الدش الغاوي ما شاء الله. عندنا هني الحدي وعندنا الفرش. كم بوي الحدي كم عندك؟ 32 الباب. 32 32 والفرش؟ فرش 25. 25 بيكون 23 مع الخصم على 23 درهم سعر الكيلو مشاهدينا الكرام. يصير وياكم قدام ما شاء الله. اليوم عندنا العندقه بعد موجوده، وعندنا النقرور، وعندنا الشخيري، وعندنا القرفه. وهني شوفوا عندنا هني السيباس ما شاء الله، بس هايله الاحجام الكبير شوي. السلام عليك، كيف حالك ابوي؟ الحمد لله. كم السيباس هنا؟ السيباس اليوم 50. 50 درهم السيباس. أيوة. اليوم على 50. بس شوفوا الاحجام، احنا دوم نجيب لكم الاحجام اللي هي تكون شوي صغيره، لكن هنا ما شاء الله عندنا احجام كبيره، والسعر على 50 مع الخصم. 50 ولا؟ اه خصم فيه. مع الخصم. أيوة. مع الخصم على 50 درهم. وهناك كم مع الخصم؟ كم مع الخصم بيكون؟ ارخص يعني 100 درهم يشتري 90 درهم يبي. لا الحين كيلو 50. كيلو 45 يعني. 45. نعم بدال 50 الى 45 بيكون سعر الكيلو عندنا الخصم ما شاء الله. هنا كم الصال الكبار هنا كم؟ 15. 15 والنعيمي مع الخصم هي. ايوه فرش 25. هذا مع الخصم كم بيجي؟ 12. ايوه 12. والنعيمي؟ نعيمي 25 كيلو. 25. الجيش على 12 تقريبا، هناك على 25 عندنا النعيمي، والفرش متوفر ايضا مشاهدينا الكرام. وهني عندنا ما شاء الله بعد الربيان ما شاء الله شرم، ما تشوفون هني طبعا كلها فصيله التايجر الاسود. السلام عليك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كم عندنا هنا البلاك؟ 55 كيلو. 55 تايجر الاسود اليوم هني على 55. وهذه له؟ هذا 70 درهم. 70 عندنا شوي. وهناك؟ هذا 85. 85 اليوم. تحسون ان السعر شوي غالي، ان الكميه بسيطه اللي واصله عندنا من ربيان. وهني عندنا الفلاور؟ هذا 100 درهم كيلو. 100 الكبار. واليو 5؟ 120 درهم. 120 ما شاء الله. زين واللابستر كم عندنا؟ اللابستر 105 درهم. 100؟ 105 درهم. 105 درهم. مع الخصم ولا؟ في 10 درهم ديسكاونت فيه كله. 10 دراهم خصم بيكون يعني. نعم 10 دراهم بيكون خصم على الاسعار الثانيه. خلينا نشوف وياكم بعد مشاهدينا الكرام، بنكمل
بنشوف عندنا هني طبعا دكه الاسماك المستورده تينا من مصر، وشيء عندنا بعد من هو البياح المصري، وعندنا السبريم والسيباس. من فتره كان شوي سعر السيباس والسبريم على 40، اليوم خلينا نشوف. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك بوي؟ كم عندنا اول شيء البياح المصري؟ 28 مع الخصم؟ اي خصم مع الخصم 28. انزين، وعندنا اليوم السبريم؟ السبريم 38 38 38 كان على 40، اليوم وصل سعره 38. بعد كم بيستوي بعد مع الخصم؟ خصم 10% 10% عندنا خصم. انزين، وهناك عندنا السبريم السيباس نفس الشيء 38. اي نعم 38 مع الخصم، بعد بينزل سعر شوي مشاهدين الكرام. وهنا عندنا البلطي ولدي 25 25 وصل. 25 مع الخصم بينزل بعد. اي نعم مع الخصم ينزل شوي بعد سعر مشاهدين الكرام. اليوم ما شاء الله شرم ما تشوفون عندنا، طبعا كان من فتره السيباس والسبريم ما ينزل سعره عن ال 40 درهم، اما اليوم بيكون على 38 وسعر بعد شوي بيكون شوي ارخص. السلام عليكم فاروق، كيف حالك؟ شو اخبارك بيه؟ خبرنا ما شاء الله، شو الاسعار نزلت سرنا ولا؟ نزل نزل، اول الصغير 45 الحين 40، كان 45 الحين 40، والكبار؟ الكبار 55 الحين 45، وصل 45 سعر الكيلو، 45 درهم عندنا الكبار من 55، والصغار كان على 40، 45 الحين 40، مع الخصم كم بيطلع السعر؟ 4 ريال كيلو يسمى 4 درهم بيكون نازل، يعني يقول 38 درهم او 48 عفوا بيكون سعر الكيلو عندنا في الكبار هنا. اما المقطع كم واصل؟ كيلو اول 80 الين 70 70 وصل، مع الخصم بعد خصم ممكن 5 ريال 65 يجي 65 درهم تقريبا يكون سعر عندنا السالمون. طبعا الاسعار هذه طيبه. وهني عندنا ما شاء الله القابط، او حد يسميه القرقفان وحد يسميه القابط. هني كم بو القابط؟ قابط كيلو 12 درهم 12 درهم 12 درهم عندنا اليوم 10 درهم بيستوي كل كيلو ب 10. وعندك الخيلي كيلو 20 كيلو 20 كيلو ب 20 كيلو ب 20 درهم. عندنا الشخيري كيلو على 20 درهم، الشخيري شوي اغلى عن الشعري مشاهدينا الكرام. ما شاء الله شوفوا هنا عندنا القباقيب، وعندنا هني القابط ما شاء الله. السلام عليك، كيف حالك؟ شو اخبارك بي؟ زين الحمد لله. كم قباقيب اليوم؟ قباقيب اليوم 40 درهم 40 الكيلو كيلو. مع الخصم بيستوي كم؟ 35 لا 36 36 36 درهم اليوم عندنا. هذا حي 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 ما شاء الله تواصل مشاهدينا الكرام. عندنا اليوم القباقيب والقابط ايضا متوفر عندنا بكميات طيبه ما شاء الله. وكم هنا القابط عندك؟ كيلو 10 درهم على؟ كيلو 10 10 درهم 10 درهم. عندنا هني خلطه بين القابط وبين البدح، هنا مخلوطه المكان. أيوه. هذا عندنا خلطه من السمك، عندنا القابط، عندنا البدح، والكيلو هني على 20، والقباقيب حي شرم ما تشوفون. وهني عندنا ربيان المزارع هذا. أيوه. كم بوي هنا؟ هذا 45 كيلو. 45 45 درهم. أيوة. 45 درهم اليوم سعر الكيلو. اي 41 سعر الكيلو. وهناك القرفه كم؟ كيلو 30 درهم 30 درهم. أيوة. 30 درهم عندنا القرفه. جزاك الله خير. بس هنا نطالع وياكم مع المشاهدين الكرام، اليوم بعد يقولون في نزول في اسعار الاسماك اللي هي تكون مقطعه، او حتى عندنا هني القباب واليودر هناك. بعد بنشوف وياكم السعر بدايه. هني القباب كم؟ سلام عليكم، كيف حالك؟ كم سعر اليوم؟ 27 كان السوم قبل على 30، وصل 32 اليوم على 27 ما شاء الله. القباب والخباط كم؟ 55 55 55 سعر ناقص 10% بيكون يعني 110 درهم ناقص 110 درهم بال 110 درهم. لكن الحين هنا على 55 بيكون سعر 51 درهم تقريبا 50 بي السعر على 50 زين، او 49 بين كذا بيكون السعر زين. وعندنا اليودر كم هنا مقطع؟ كيلو 40 كيلو 40 اليودر كيلو. 40 عندنا اليودر. وهني عندنا السكل 40 درهم 40. وعنفلوس 20. والسلمون هالكبار 55 55 درهم 55 درهم. بنكمل وياكم بعد مشاهدينا الكرام. هني شو واصل عندنا؟ لحظه تعال ابوي، اصبر اصبر، تعال 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 تعال، خلنا نشوف هني ما شاء الله. شوفوا الاسماك اللي وصلت اليوم عندنا ما شاء الله، شيء حمام، وعندنا الهوامير، شوفوا الاحجام اللي وصلت ما شاء الله. طبعا هذا بيتم فرزه حين على الدتشات مشاهدينا الكرام. بس نكمل وياكم احنا بعد، بس نطالع شو عندنا من السمك اللي حاطينهم عندنا في الدتشات ما شاء الله الخير. وصل عندنا في سوق الجبيل، وهذه عندنا اسماك كبيره. كم بوي الخير بيكون هنا؟ هذا قده ايه 40 قطه كيلو 40 هذا مقطع قده مقطع على 40 طبعا البيع بالتقطيع مشاهدينا الكرام. الكيلو بيكون على كامل هذا كيلو 30. اذا بغيت اسمك كامل الكيلو ب 30 كيلو 30 كيلو على 30 بغيتوه كامل، وبغيتوه مقطع على 40. شكرا جزاك الله خير. مسين نطالع وياكم وربع مشاهدينا الكرام شو عندنا. سلام بوي، كيف حالك؟ شو الاخبار؟ بخير ما شاء الله ما شاء الله. شو عندكم هنا؟ خلينا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام. هنا عندنا هذه الدتشات ما شاء الله، هنا عندنا السيف رندو هناك موجود، وعندنا موسى، وهناك بعد عندنا الصدق او التبان هنا الصغار شرم ما تشوفون، وعندنا نغاره. كم بوي الاسعار؟ خبرنا نغار كم عندك؟ هذا
22 22 22 وهني التبان كم؟ هذا كيلو 15 15 درهم وعندك كم هنا؟ هذا 30 30 والقرفة؟ القرفة 30 30 بعد عندنا الحلوايو هنا الفارسي 40 40 40 درهم عندنا الحلوايو مشاهدينا الكرام خلينا نصير نطالع وياكم بعد هنا الدكات الثانية ما شاء الله عندنا عندنا اليوم هني البسار خلينا نشوف وياكم هني البسار بعد وعندنا الصدى هني الكبار السلام عليكم كيف حالك؟ كم عندنا ابوي الصدى هنا؟ كيلو 15 15؟ نعم 15 والبسار كم هنا؟ 5 درهم ها؟ 5 درهم 5 درهم هذا الضلع طبعا الضلع يوم يكون حجمه هالكبر يكون ضلع يوم يكون شوي صغير يسمونه البسار مشاهدينا الكرام والكيلو على 5 دراهم هنا موجود عندنا والفرش كم عندك الصغار ابوي هيله؟ 15 15 درهم أيوه. 15 درهم زين خلينا نطالع بعد الدكه الثانيه شو عنده اخونا هنا شو حاط من السمك اللي موجود عنده هنا طبعا الشخيري وعندنا بنت النوخذه وعندنا هنا البدح وهناك عندنا الشخيري بعد وريمه هنا مخلطه بعد مسوينا وهناك عندنا الاسماك اللي تينا طبعا مستورده اسماك البنيه اللي يسمونها طبعا سمك البني هذا وعلى كم بي سعر كيلو هنا؟ 22 22 عاد اليوم عندنا شيء جديد برتقالي وعندنا هناك الاسود وهنا كم عندنا الخلطه هذه؟ كيلو 8 درهم كم؟ 8 8 دراهم أيوه. وهني البدح كم؟ بدح كيلو 10 10 دراهم ما شاء الله الفسكر كم هنا بعد؟ 15 وش خيري؟ 15 بعد على 15 درهم ما شاء الله طبعا هذه الدكه تتميز ان عنده مجموعه من الاسماك الوسط والصغير ما شاء الله والاسعار تتراوح بين 8 الى 10 دراهم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام تبدا تكون جولتنا خلصت وياكم وان شاء الله تكون استفدتوا من هذه الجوله وتعرفنا فيها وياكم على الاسعار ولاحظنا اليوم ما شاء الله نزول في اسعار الاسماك بالاضافه الى الخصم 10%. نشكر اداره السوق على ترتيبهم هذا اللي مجهزين طبعا من ناحيه الخصم وطبعا وفروا كميات كبيره من الاسماك. حياكم الله ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه ومع السلامه.